حاجة على الثنائية على ثنائية. تم على مستوى المندوبيه الولائيه بالجلفة اتخاذ كل الترتيبات لضمان السير الحسن لكل التحضيرات الخاصه بهذه العمليه او بهذا الموعد الانتخابي الهام. البدايه كانت بتنصيب الخلايا المتعلقه باكتتاب او مصادقه على اكتتاب التوقيعات الفرديه الخاصه بالناخبين والمنتخبين التي سوف يقوم بها الراغبين في الترشح. اليوم انطلقت المراجعه الاستثنائيه للقوائم الانتخابيه، كل اللجان المراجعه التي راسها السادة القضاة انطلقت في عملها هذا اليوم، تم تنصيبها كلها وانطلقت في اشغالها بشكل عادي. توجهنا لمصلحة الانتخابات بفرع بلدية الجلفة وسجلنا في القوائم الانتخابية. طبعا استقبلونا بحسن الاستقبال ووجهونا وين نسجلوا في القوائم الانتخابية، وإن شاء الله هذا العام ننتخبوا لأول مرة.